اوكي، بس مشكلتنا ان احنا بنعمل السكوات غلط، فبييجوا يشتكوا بعد كده انا ركبتي بتوجعني. طب ما انت نزلتي غلط، يعني انا سي ناس بتيجي تشتغل معايا سكوات، بصي الركبه بتروح فين؟ اصابه، خشونه، تمزق في الاربطه. طب نشوف السكوات المظبوطه. احنا السكوات المظبوط انا بنزل ظهري مفروض بالشكل ده وبعيد، ركبتي بعيد عن الموضوع اصلا، يعني انا بنزل بالشكل ده وبطلع بالشكل ده، زاويه رجلي 90 درجه. اوكي، عايزه اتقل السكوات، بنزل تحت وبثبت، بثبت تحت وبعد 10 20 30 عده واقوم طالعه وارجع تاني اطلع وانزل بالشكل ده. بس اهم حاجه مفيش الم في ركبتي، اول ما احس الم في ركبتي يبقى انا كده بتمرن غلط، واخده بوز غلط. اه بالظبط، على طول. لو اليوجا بقى، في ناس بتبقى ميولها يعني عايزه يوجا اكتر، واحنا عارفين ان اليوجا ليها فوائد كتير جدا لكل اعضاء الجسم كمان من جوه ومن بره، وبرده بيبقى ليها فوائد ان هي بتظبط البوستشر وهكذا. ايه حركات اليوجا البسيطه اللي ممكن نعملها الصبح برده مع اولادنا ولمده قد ايه؟ اليوجا ممكن نتمرن، نعمل التمرين الاول. اوكي، هنزل بالشكل ده. طبعا بنقول لك اليوجا عشان انا ومها من عشاق اليوجا ومتحيزين جدا لليوجا. أوكي. ده حقيقي. لا، تمرين حلوه جدا جدا، بتعمل يعني حلوه جدا، بس برضو مع الكارديو والتونينج لازم. اه طبعا لازم، ان هي لوحدها مش هتخسسني ولا هتعمل الشيب في جسمي. اوكي اوكي، يلا هنزل بالشكل ده وبقعد في الوضع ده، بوصل لدقيقتين 3 دقايق. اوكي، وبرجع تاني بالشكل ده. حلو قوي، التمرينين دول كمان بيعملوا تقويه حلوه قوي لعضل الظهر وبيشدوا لي جسمي كله. طبعا العصايه بقى دي ليها اي تمرينات تانيه؟ ليها تمارين كتير جدا، انا اقدر اعمل بيها كارديو. اه اقدر سي لو حد عنده خشونه ومش هيقدر ينط، لو حد ضايقك مثلا. اه جدا جدا، ليها فوائد فظيعه. لو حد من الاولاد ضايقك يا ماما تقدري تستخدميها. اه يعني انا بتمرن في نفس الوقت يعني سي يعني، وسي دلوقتي انا معايا دلوقتي عندي حد عنده خشونه ومش قادر ينط، انا بمسك العصايه وبثبتها وعلى مشط رجلي بعمل فايبريشن بجسمي كله، جسمي كله بالشكل ده. ممكن اعمل سايد تو سايد، سايد سايد، باخد العصايه بشغل الجزء السفلي والعلوي معايا بالشكل ده، مشغله الباي، مشغله التراي، مشغله الشيست، مشغله فوق، برجع واطلع يمين وشمال، باخد الجناب كلها معايا، يعني هي واخده لي البطن بالجناب. البطن شيماء دايما بنلاقي ان الولاد الشيب بيبان عليهم اسرع على طول، البنات على طول احنا بنحارب وبنتمرن اكتر عشان نوصل لشيب احسن بسرعه. لو انا مثلا عندي تارجت، مثلا اقول ان انا عايزه مثلا انزل سي 10 كيلو مثلا في 3 شهور، ده بيحتاج مني تمرين قد ايه؟ التمرين بيبقى متقسم لايه؟ كارديو مثلا، ويتس، رياضه تانية مثلا؟ او لما بيجي لك حد بيقول لك كده انا عندي تارجت عايزه انزل 10 كيلو 3 شهور، ايه التمارين اللي انا اعملها وكم مره في الاسبوع؟ بعمله البرنامج بتاعه بيكون 5 مرات في الاسبوع، بناخد راحه يومين. اوكي، وبنتمرن من 45 لدقيقه، 45 لساعه. اوكي، خلال ال 45 دقيقه دول للساعه بنتمرن كارديو، طبعا في تسخين، تمارين تسخين قبل التمارين. بس مش الجسم بيبدا يحرق بعد 30 دقيقه؟ اوكي، اه ما انا اول ما بشتغل ويت على فكره، انا اول ما بشتغل واعمل تسخين وجسمي يبدا يحرق، يعني جسمي اول ما الهارت ريت بتاعي يعلى خلاص جسمي ابتدى خلاص دخل في المود، سواء انا بشتغل تونينج او كارديو. ايوه، بخلص الويت بتاعي وبرجع تاني للكارديو، يعني انا لو انا حد عايز التارجت بتاعه ان يخس دهون اكتر، بنشتغل كارديو كمان بعد ما بخلص التمرين، يعني بعلي له الكارديو في البرنامج بتاعه، وبيتمرن
ايام في الاسبوع دولت. اوكي، وطبعا بيتقسم العضل بتاعه كل يوم يعني. طيب هل التمرينات دي ينفع تتعمل قبل النوم ولا لازم الصبح اول ما نصحى؟ لا، هو الاحسن ان احنا بنتمرن الصبح قبل ما نصحى. طب في ناس ما بتقدرش، في ناس بتدوخ ما بتقدرش تتمرن. لا، بنتمرن بعد الاكل الثلاث ساعات في اي وقت خلال اليوم، بس اهم حاجه تكون عندها باور. طيب احنا قلنا الصبح هنعمل التمرينات من غير ما ناكل، ايه الاكلات بقى اللي تنصحي بيها بعد ما نخلص التمرينات دي عشان ما نبقاش بوظنا التمرينات؟ لا لازم طبعا بيكون ليها نظام غذائي طبعا، لازم لازم البروتين اساسي في الوجبه عشان العضل فقد فعايز يتغذى. انا اثناء التمرين انا مش ببني عضل، لا انا بهدم خلايا عضليه اصلا، وببني بقى بعدها خلايا ثانيه بالاكل. هو هرم مثلث بثلاث زوايا، الاكل والتمرين والراحه. ايوه. طب احنا عارفين ان الاكل بيبقى عليه زي ما بيقولوا 80%. تقريبا 80% والرياضه بتبقى 20%. ايه الاكل او العناصر اللي انت بتاكدي عليها لازم تبقى موجوده في اليوم؟ لازم اول حاجه البروتين. البروتين، طبق السلطه، قبل كل ده كوبايتين ميه قبل الاكل. يعني انا لو بدات، يعني انا ممكن اي حد يعمل. شيماء تحبي تيجي هنا عشان نسالك؟ يعني اي حد ممكن يعمل لنفسه نظام غذائي، مش لازم يعني دكتور والدنيا متعقده خالص. لا، هو اهم حاجه بس يكون عنده اراده ويقدر يلتزم. لو بدا يعني اليوم بتاعه بكوبايتين ميه، اوكي، والوجبه بتاعته يكون فيها طبق سلطه، البروتين بتاعه طبعا بدون المقليات خالص يعني مسلوق مشوي، اوكي، وينوع. وطبعا النشويات ما بنمنعهاش، يعني الناس اللي بتمنع نشويات دي لا خالص. النشويات دي بتدي طاقه كمان. بالظبط بالظبط.